معانا تليفون دلوقتي، معانا استاذ طارق هاشم عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا حابين نطمن من حضرتك على كده استعدادات النادي المصري لبدايه الموسم الجديد الدوري المصري. والله ان شاء الله باذن الله، والفرقه باذن الله في معسكر مغلق ان شاء الله، استعدادها لمباراه غزل المحله ان شاء الله. يعني الفريق والجهاز الفني ومدير الكره وكل اللعيبه ان شاء الله يبقوا موجودين في المعسكر باذن الله. يعني الحمد لله الدنيا كويسه، مفيش اي مشكله، مفيش اي ازمه. بس هو كان في موضوع بتاع اللعيبه اللي النهارده رفضوا التمرين على اساس كان لهم نسبه المشاركه 25%، والفلوس دي محطوطه في البنك، لكن النهارده ما علمش البنك اليوم للصرف. فبكره ان شاء الله هيتم صرف نسبه المشاركه بتاعتهم ان شاء الله. واللاعب النهارده اللي ما نزلش التمرين، مجلس الاداره هيوقع عقوبه على كل لاعب حسب اللائحه الماليه بالظبط. طبعا يعني الكلام ده صعب على النادي المصري، النادي المصري اكبر من الكلام ده، حتى لو حصل تاخير في حاجه ده وارد يحصل، ولكن لازم اللعيبه تحترم ناديها والجماهير كمان. تمام، كلامك مظبوط، وهو ده فعلا اللي حصل. عشان كده مجلس الاداره بالاسر المهندس سمير حربيه قرر العقوبه على اي لاعب ما نزلش التدريب. كلام محترم جدا من حضرتك وطبيعي ده يحصل، نتمنى الافضل الفتره الجايه للنادي المصري. حابين كمان نعرف عن الصفقات الجديده بقى وظهورها ان شاء الله في الدوري، هيكون عامل ازاي؟ شايفين هيكونوا اضافات قويه وهيظهروا مع السكواد بشكل جيد؟ هو طبعا يعني احنا معانا الجهاز الفني برئاسه الكابتن معين الشعباني، طبعا والراجل عامل يعني حاله كويسه جدا في التدريبات. صحيح، عندنا اللعيبه الجديده كلها او الصفقات الجديده كلها موجوده مع القوام الاساسي. فان شاء الله اعتقد كده ان المصري في المرحله الجايه دي هيبقى يعني ان شاء الله حاجه كويسه. وانا يعني واثق في ربنا سبحانه وتعالى طبعا وفي جهازنا الفني والاداري، ان شاء الله هيكون في حاجه كويسه. الفرقه باذن الله هتظهر بمستوى احسن من كده اكيد طبعا. اما يخشوا بقى اللعيبه الجديده، احنا متعاقدين مع 9 لعيبه، اللعيبه يعني على مستوى عالي جدا. اكيد مش عايز عشان اقولش اسماء عشان ما انساش اي حد. لاعب ابو الكباتن يتمنى يكون موجود في النادي المصري، نادي كبير وعريق، كفايه جماهير النادي المصري. اللي كنت عايز اسال حضرتك قبل ما نروح نتكلم على الكونفدراليه، اكيد بقى يعني الجماهير وحشها تشوف النادي المصري، والعوده في الجماهير مره اخرى في الدوري السنه دي، ده اكيد هيدي اضافه وروح جامده للفرقه. طبعا، بس انا عايز برضو يعني الفت نظر حاجه كده، ان شركه تذكرتي هي المسؤوله عن موضوع حجز التذاكر صحيح ودخول الجماهير. احنا كنادي او الانديه كلها عامه ما عادش ليها يعني اي تدخل من هذا الموضوع خالص. الموضوع كل الوقت طبعا حجز اونلاين وبتاخد تذكرتك وبتروح الماتش. بس انا دي حاجه جيده صراحه، وفيها التنظيم وفيها نظام كويس جدا، فيها نظام كويس جدا جدا. وانا بصراحه بشكر رابطه الانديه على الموضوع صحيح اللي هي عامله دوت امانه يعني، والموافقه من وزاره الداخليه ب1000 متفرج لكل فريق. فدي حاجه في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، وبشكر لا وشركه تذكرتي كمان هتحمي المتفرج والجمهور من السوق السوداء، واصل التذاكر خلطت، اصل في فلان بيبيع تذكره في المكان الفلاني بسعر اغلى، التذاكر موجوده على الموقع بسعر معين بالفان اي دي بالتزام، واكيد ده هيكون موجود الفتره الجايه، وده هيزود من قيمه الدوري المصري. وكمان حابب اسال حضرتك بقى على بطوله الكونفدراليه، يعني النادي المصري طيب اسم كبير جدا جدا، اتمنى يكمل بشكل قوي في الكونفدراليه، بس حضرتك حابب تقول حاجه قبل البطوله قبل ما نتكلم على الكونفدراليه؟ طيب قبل ما اروح حته الكونفدراليه، عايز اقول لحضرتك من خلالك برضو انا بشكر النائب احمد دياب رئيس الرابطه بصراحه على الموضوع الجماهيري والكلام ده كله طبعا، وعن النظام الهائل اللي معمول. بس هو انا كراجل يعني انا وصلني عده تليفونات كتيره جدا جدا من جماهيرنا ومن جماهير تانية ومن انديه تانية ان التذكره 100 جنيه غاليه شويه على المتفرج العادي. فهم كان كلامهم معايا بيقولوا يعني يا ريت بدل ما تبقى 100 تبقى 50. والله دي حاجه طبعا قلت لهم دي مش راجعه للانديه، دي حاجه بتاعت شركه تذكرتي هي اللي محدده كل حاجه وهي اللي هتحجز ومن خلال الحجز الاونلاين. يعني متهيألي لو الموضوع فعلا كان عامل عبء على المتفرجين اكيد ممكن يكون في نظره او في تغيير في الحاجات. نتمنى، انا عن نفسي اتمنى نسهل كل حاجه للجماهير، بس اهم حاجه زي ما كل حاجه يكون فيها نظام
وجمال واحترام، الجماهير اللي تحضر كمان تكون ملتزمه علشان الاعداد تزيد والدنيا تكون الطف. ده اللي احنا نتمناه الفتره الجايه بصراحه، ورابطه الانديه هتعمل تطور جامد جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه. لا انا من خلالك برضو بشكرهم بامانه، طبعًا يعني طبعا عاملين حاله كويسه جدا، ربنا يوفقهم في المرحله الجايه. ومن خلالك برضو بتكلم على السؤال اللي حضرتك سالتني فيه، الكونفدراليه. عن بطوله الكونفدراليه الحمد لله، يعني فرقه النادي المصري كسبت المباراه واستعود لدور 32 طبعًا مكرر، طبعا وان شاء الله في المرحله الجايه مع لو ربنا كرمنا ان شاء الله ودخلنا في دوري المجموعات هيكون في عامل اساسي اللي هو دخول التسع لعيبه اللي هم الصفقات الجديده مع القوام الاساسي، هيبقى شكل الفرقه اقوى واحسن ان شاء الله. المصري الله يقدر يعمل نتائج كويسه جدا جدا، واحنا كلنا مع النادي المصري في بطوله الكونفدراليه. شكرا جدا كابتن طارق، ونورتنا وشرفتنا، ودايما كده بنستمتع بحضرتك معانا في قناه الزمالك. طمنا من طبعا استاذ طارق هاشم عضو مجلس اداره النادي المصري عن النادي المصري والاحداث اللي بتحصل واستعدادات لبدايه الموسم الدوري الجديد وكمان الكونفدراليه. كل التوفيق للنادي المصري فيما هو قادم.